السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من قطر في أسبوع وحصاد لأبرز الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، وذلك على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما سيكون هناك استعراض سريع لأجندة الأسبوع المقبل ولقاء خاص مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الطلاب للحديث عن مؤتمر القيادة الطلابية تقدم. ونبدأ مع أول أخبار الأسبوع الماضي. يوم السبت 19 نوفمبر، فبحضور صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، نظمت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا في الشقب حفل العشاء الخيري السادس الذي تزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها. تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس أيادي الخير نحو آسيا روتا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أقيم في الشقب حفل العشاء الخيري السادس الذي حضره صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر. وقد تم خلال الحفل استعراض مسيرة المؤسسة وجهودها في دعم التعليم في المناطق المنكوبة. وقد أكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة روتا، أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في ظل ما تشهده العديد من البلدان من نزاعات وصراعات أدت إلى حرمان الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، حيث سعت خلال الفترة الماضية للوصول إلى هؤلاء الأطفال وإطلاق مشاريع تعليمية عديدة لخدمتهم. إننا نعيش اليوم في فترة زمنية تعاني فيها الكثير من البلدان من نزاعات وصراعات شتى أدت إلى حرمان الأطفال والشباب من أحد أهم حقوقهم في الحياة ألا وهو التعليم. لذا كان هدفنا في روتا أن نصل بالتعليم إلى أولئك الأطفال في بلادهم الممزقة بفعل الصراعات، واستطعنا بفضل من الله ودعمكم ودعم المتبرعين إطلاق مشاريع تعليمية عديدة لخدمة أطفال وشباب تلك المناطق. وقدمت سعادتها خلال الحفل جائزة إنجاز العمر 2016 إلى المدرس الفلسطيني أحمد السوافيري تقديراً لإنجازاته وأعماله في المجال التعليمي. متواجدين احنا اليوم في العشاء الخيري لايادي الخير نحو اسيا روتا، وكوني سفير النوايا الحسنه لروتا فدوري ان انشر الوعي الاحصائي في اي مكان اكون فيه، ان كان على رؤوس قمم العالم او في محاضرات اللي القيها في كل مكان في العالم، دوري ان انشر الوعي الانساني في كل مكان. واليوم احنا متواجدين اليوم في العشاء الخيري اللي فيها جمع تبرعات اللي يقوم فيها اهل الخير، اللي هي مش غريبه على اهل قطر ولا على اهل الخليج والوطن العربي. الحفل الذي اقيم هذا العام تحت شعار يدا بيد لرسم غد افضل، تم خلاله جمع اكثر من 15,200,000 دولار لدعم مشاريع روتا التعليميه الموجهه لصالح اللاجئين السوريين في لبنان والاردن وتركيا، فضلاً عن المبادرات الأخرى لروتا في اليمن وبنغلاديش وأندونيسيا. تجدر الإشارة إلى أن عائدات حفل عشاء روتا الخامس الذي عقد في عام 2014 وظفت لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والشباب في الضفة الغربية والنيبال، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس في تونس. ومن أخبار يوم السبت الماضي أيضاً، اختتمت نهائيات بطولة العالم للكايت فويل قطر التي نظمها الاتحاد القطري للشراع والرياضات البحرية على مدار 5 أيام في اللؤلؤة بمشاركة 41 متسابقاً من ألمع أبطال العالم. ويوم الأحد الماضي أيضاً استضافت الدوحة على مدار 3 أيام مؤتمر السياسات العالمية بدورته 9، وقد افتتح أولى جلساته معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصية بارزة من مختلف دول العالم. ويذكر أن المؤتمر استمر لمدة 3 أيام.
كما نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر مؤتمراً حول موضوع الإرهاب وسبل معالجته، وشارك فيه على مدار يومين مجموعة من العلماء والمفكرين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. مؤتمر كما هو واضح من عنوانه الإرهاب وسبل معالجته. يأتي أهمية المؤتمر بهذا العنوان أن الإنسانية الآن يعني بصفة عامة تعاني من ظاهرة الإرهاب، وأخذت يعني جهات متعددة وصف بها الدين، دخلت فيها أنواع سياسية اجتماعية اقتصادية، فتم لصق الإرهاب بالدين الإسلامي بشكل قوي في وسائل الإعلام، خاصة الإعلام الغربي. فبناء عليه أتى أهمية هذا المؤتمر، ويأتي أهمية هذا المؤتمر في انعقاده في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر تحديداً، أن العمل راح يكون عمل أكاديمي، تناول المسألة مسألة الإرهاب بشكل أكاديمي علمي موضوعي، ونسعى في ذلك أن يعني نسمع الآخرين ويسمعوننا في نفس الوقت. أحيت الإدارة العامة للمرور اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق تحت شعار يضم عدة مفاهيم، منها الاستجابة بعد التصادم، العناية الطبية، والتحقيق والعدل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين. كما دشنت وزارة الثقافة والرياضة يوم الأحد المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتشمل 30 خدمة إلكترونية عبر مواقع الوزارة وتطبيق الأجهزة الذكية، تهدف إلى تسهيل الخدمات والتوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية بحلول سنة 2020. انطلقت الأحد الماضي أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون الدولي، وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء في المبادرة من حلف الشمال الأطلسي. منذ انضمامها لمبادرة إسطنبول للتعاون، ظلت دولة قطر تعمل على تعزيز التعاون بينها وبين حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الدائم في الخليج والشرق الأوسط، وهو ما أكدته خلال اجتماعها الأخير الذي انطلقت أعماله بالدوحة الأحد الماضي. وأوضح سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن الاجتماع الثالث يبحث آفاق التعاون بين الدول الأعضاء في المبادرة مع حلف الناتو، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على مستوى المنطقة والعالم. وقد جاء في مقدمة أولويات هذا اللقاء تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحديات الأمنية الناشئة ومكافحة الهجمات المحتملة ضد الشبكات الرقمية والمعلوماتية. وعليه فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لإثبات أن دول المبادرة وحلف الناتو يمكنهما من خلال آليات العمل المشترك ووسائل التعاون السياسي أن يحققا أهدافهما في الاستقرار والأمن، ليس في الخليج والشرق الأوسط فقط وإنما في العالم بأكمله. يذكر أن مبادرة إسطنبول للتعاون أطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين دول الناتو ونظيرتها في منطقة الشرق الأوسط. وتضم في عضويتها 4 دول خليجية، هي قطر والبحرين والكويت والإمارات. تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عقدت متاحف قطر الأحد الماضي مجلسها الأول للمدرسين، تأكيداً على التزامها المستمر بالارتقاء بوعي أفراد المجتمع اتجاه الفنون والتراث والإبداع. كما أقام مركز قطر للدراجات النارية بطابط حفل تكريم للطفل غانم المفتاح سفير الطفولة القطري، وبمشاركة أكثر من 500 دراج من دولة قطر ودول الخليج. أنا اليوم جداً سعيد وفرحان، هاي التكريم مو بس لي، حق كل شخص تعدى وياه وحق كل شخص من ذوي الإعاقة في كل دول العالم. أول شيء أدعو الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وترى أنا ما وصلت هالمرحلة إلا بفضل الله أولاً وأخيراً، ثم بدعم دولتي الحبيبة قطر اللي ما قصرت علي، ثم بدعم أسرتي وتشجيع الناس وحبهم.
كما نظم مركز مواتر بنادي قطر للسيارات والدراجات النارية الجولة الخامسة للشل والاستعراض الحر، واختتمت الجولة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الفئتين. وتأتي هذه البطولات ضمن مبادرة قطر تبغيك لإبعاد الشباب عن الشوارع الخطرة وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم داخل الحلبات الآمنة. ونبدأ أخبار يوم الثلاثاء مع كرنفال سلامة الأغذية، والذي نظمت بلدية الضعاين لتوعية وتثقيف أطفال المدارس الابتدائية حول كيفية التعامل مع الأغذية وأفضل الشروط الصحية للحفاظ عليها. عقد الهلال الأحمر القطري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق الحملة الإغاثية السنوية الشتاء الدافئ التي تأتي هذا العام تحت شعار عطائك يدفيهم، وتستهدف توفير المساعدات الشتوية لصالح 206 آلاف مستفيد في عدة دول بميزانية إجمالية تجاوزت 10 مليون ريال قطري. كما أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث النسخة الأولى من منتدى التمكين الذي يشكل منصة تجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن الجهات الحكومية، يهدف إلى مناقشة أفضل السبل لتنظيم بطولة كأس عالم شاملة وسهلة الوصول عام 2022. الدورة 27 لمعرض الدوحة للكتاب ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية، هذا ما أكده السيد إبراهيم أبو الهاشم السيد مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب ومدير إدارة المكتبات والتراث بوزارة الثقافة والرياضة، وذلك خلال تصريح خاص لبرنامج قطر في أسبوع. معرض السنة هذه احنا جايين بشكل يعني ان شاء الله أوسع وأكبر شوية، نتأمل ان شاء الله في السنوات القادمة تكون أيضا أكبر. عندنا زيادة السنة في كل المقاييس تقريبا 10% زيادة عن العام الماضي، وهذا النوع من التطور. عندنا المساحة الفعلية أكبر السنة للأجنحة، عدد الأجنحة أكثر من العام الماضي، هذا بالإضافة إلى عناوين الكتب الموجودة، بالإضافة إلى دور النشر المشاركة ودور نشر الأطفال عددهم أزيد من العام الماضي. طبعا المعرض السنة راح يكون في مركز المعارض، مركز الدوحة للمعارض في قلب الدوحة، يعني كان دائما شكوى أن المعرض كان بعيد، إنما السنة احنا جبناه جنب السيتي سنتر. ننتقل الآن إلى أخبار الأربعاء الماضي، حيث استضافت الدوحة ملتقى مسؤولي بيوت الشباب الخليجية تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي، واستمر الملتقى لمدة 3 أيام. أقيم الحفل الختامي لبرنامج البيرق أنا باحث، وذلك في دورته 12 بجامعة قطر. نصل في حصادنا إلى يوم الخميس، حيث قامت هيئة أشغال العامة أشغال بإغلاق جزئي على شارعي الحرية والصلاح، وذلك إلى غاية شهر مايو 2017. يهدف الإغلاق إلى تطوير الطرق الرئيسية في هذه المنطقة. نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الأول للعناية بالجروح، واستمر لمدة يومين. تم تسجيل أكثر من 1500 مشارك من ذوي الخبرة في مختلف أنحاء العالم. فاصل ونعود لنتعرف على أجندة الأسبوع المقبل ولقاء خاص مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، وتفاصيل عن برنامج تقدم. مرحبا بكم مجددا. تحتضن جامعة قطر مؤتمر القيادة الطلابية تقدم لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للمزيد من التفاصيل حول المؤتمر وأهدافه معنا الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الطلاب. يا هلا مرحبا فيك دكتور. يا هلا أخت خلود. يا هلا. في البداية لو تعطينا فكرة عامة عن المؤتمر وأهدافه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. في البداية أحب أشكركم على تحت هذه الفرصة للتحدث عن هذا المؤتمر المهم.
الحقيقة في جامعة قطر احنا بشكل عام نهتم بتوفير حياة طلابية وفرص مختلفة لتطوير الطلاب طوال السنة الأكاديمية، ومن ضمن البرامج اللي نهتم فيها بشكل كبير البرامج اللي تهدف إلى تطوير شخصيات الطلاب ومهاراتهم القيادية، واحنا خلال السنة نطرح مجموعة من البرامج والفعاليات اللي تخدم هذا الهدف، لكن من أهمها وأكبرها وأشملها هو المؤتمر السنوي، وهذه النسخة الثانية مؤتمر تقدم. هذا المؤتمر هدفه بشكل أساسي أنه يساعد الطلاب على تحديد أهدافهم، اكتساب مهارات مختلفة في مجال القيادة، وإعطائهم الأساسيات للانطلاق لقيادة أنفسهم أولا وقيادة المحيط بهم، وإن شاء الله في المستقبل قيادة مجتمعهم. من أهم ميزات هذا المؤتمر أن الطلبة هم اللي يتولونه من الألف إلى الياء، هم اللي يخططون له، هم يختارون محاوره، هم اللي يختارون الضيوف، وهم اللي يقومون بإدارة كل الفعاليات نفسها والإعداد لها إلى ختام المؤتمر والمتابعة. جميل جدا. السنة هذه لأول مرة نفتح المشاركة لطلاب مجلس التعاون. العام الماضي في النسخة الأولى كانت المشاركات مقتصرة على طلبة الجامعات في قطر. السنة هذه فتحناها لمجلس التعاون، الحمد لله عندنا مشاركة جيدة من كافة دول مجلس التعاون. نعم، الجهات المشاركة في هذا المؤتمر دكتور؟ نعم، الجهات المشاركة الرئيسية عندنا لأول مرة بنك التنمية يدخل معنا كشريك أساسي داعم، عندنا جامعة شمال أطلنطي، كلية المجتمع، جامعة ستندن، وكلهم مشاركين كمشاركين ورعاة رئيسيين، طبعا بالإضافة إلى جامعة قطر في البداية. نعم. مع ذلك احنا فاتحين الباب للمشاركة لأي طالب وطالبة من المرحلة الجامعية في دولة قطر ودول مجلس التعاون. جميل. هناك دورات تدريبية ستنظم للطلاب، ما هي في مجال القيادة تحديدا؟ هناك أشياء متنوعة. نعم هناك برامج متنوعة، عندنا بعض الورش الرئيسية اللي تساعد الطلبة في التفكير في مستقبلهم، تحديد أهدافهم، هناك اللي تساعدهم على كيفية التأثير في جوانب معينة، هناك أيضا الطلبة نفسهم يقدمون بعض أوراق العمل اللي يعرضون فيها خبراتهم وكيف كانت تجاربهم أثرت فيهم بشكل إيجابي وبشكل كبير. نعم، التنمية والإنجاز والقيادة محاور أساسية في هذا المؤتمر، كيف يمكن لهذه المحاور خلق جيل من القادة المستقبل؟ نعم، احنا نؤمن أن القيادة تبدأ أولا من الذات، الإنسان لابد أن يكون عنده القدرة أنه يقود ذاته، فتبدأ من خلال أن الإنسان يكون له رؤية ويكون له حلم ويشعر بذاته ويستطيع أنه يوجهه توجيه إيجابي. بعد ذلك وهذا يدخل في محور التنمية، لكن التنمية ما تقتصر على الفرد، تنتقل إلى محيط الفرد ومجتمعه، فهدفنا في النهاية أن الإنسان يكون له أثر إيجابي في مجتمعه، ليس من الضروري أن يكون له منصب قيادي حتى نقدر نسميه قائد أنه يقوم بممارسات القيادة، لكن مهم جدا أنه يكون له هدف وأنه يدفع الناس اللي معاه نحو تحقيق هذا الهدف اللي يأثر في محيطه بشكل فعال وبشكل إيجابي. وبالتالي بعد التنمية للفرد، التنمية للمحيط والمجموعة اللي معاه، يأتي قضية القيادة اللي ذكرناها، وفي النهاية الإنجاز، أنه في النهاية كل هذه الأشياء النظرية واللي تأثر على الفرد والمجتمع بشكل نظري لابد تتحول إلى إنجاز قائم على أرض الواقع حتى يكون لها دور حقيقي في تنمية المجتمع ومؤسساته المختلفة. نعم دكتور، كلمة أخيرة تدعو بها الطلاب للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر؟ المؤتمر بدأ اليوم، وأنا أتحدث حاليا يعني وقت إذاعة البرنامج بيكون حتى في نصف المؤتمر،
أدعو الطلبة للمشاركة في اليوم الثاني، اللي ما لحقوا يشاركون في اليوم الأول يشاركون في اليوم الثاني يوم الأحد من الساعة 4 العصر لغاية الساعة 9 بالليل. وأتمنى من الجميع أنهم يشاركون في الحياة الطلابية بشكل عام خارج القاعة الدراسية، اللي هي لها دور كبير وأساسي في تنمية شخصية الفرد، وبيكون له دور في المستقبل حتى بعد التخرج في قدرته على التعامل مع عمله ومجتمعه. نعم، كل الشكر لك دكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب لكونك معنا في قطر في أسبوع. شكرا. وهذه إطلالة سريعة على أبرز الفعاليات المتوقعة الأسبوع المقبل والتي سنبدأها يوم الأحد 27 من نوفمبر، حيث تنطلق المسابقة القرآنية الأكبر والأعلى جوائز في العالم أول الأوائل، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، والتي ستستمر حتى 6 ديسمبر المقبل. يشارك في المسابقة 37 متنافسا من أول المسابقات القرآنية الدولية، يمثلون 21 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. أما يوم الأثنين وتحت رعاية وزير الطاقة والصناعة يعقد في جامعة قطر المؤتمر العالمي لتصنيع الغاز، والذي ينظمه مركز أبحاث الغاز بالجامعة، وذلك تحت شعار تصنيع الغاز الفرص والتحديات. ويوم الثلاثاء المقبل تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، والذي يعد أحد أهم المنظمات المتخصصة في البحث عن أفضل الأفكار القائمة على الأدلة في مجال الرعاية الصحية. ويوم الأربعاء المقبل وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير بلاد المفدى، تنطلق الدورة 27 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. كما تنطلق يوم الأربعاء فعاليات مهرجان أجيال السينمائي الرابع، والذي تنظمه سنويا مؤسسة الدوحة للأفلام. كما تقام بكتارة ورشة عمل تحت عنوان بريشتنا نرسم قصصنا للفنانة القطرية لينا العالي. وأما يوم الخميس فسيقام لقاء تعريفي حول تغطية برنامج الجسر الأكاديمي لسنة 2016 لفعاليات اليوم الوطني في مبنى الآداب والعلوم في مؤسسة قطر. وأما يوم الجمعة تنظم مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الدولي الخامس للصحة النفسية بهدف تبادل الخبرات بين أخصائي الرعاية الصحية النفسية. وأيضا يوم الجمعة المقبل تنطلق في الدوحة منافسات بطولة العالم لفردي البولينج، التي ستستمر حتى 9 ديسمبر المقبل بصالة مركز قطر الدولي للبولينج. ونختتم أجندتنا الأسبوع المقبل مع مسابقة أقوى رجل في قطر 2016، والتي تنظمها مؤسسة إسباير زون للعام الرابع على التوالي، وسوف يتم اختيار المشاركين بعد خضوعهم لسلسلة من الاختبارات القوة في إسباير زون للتأكد من لياقتهم وقدرتهم على المشاركة في المسابقة. وصلنا الآن إلى نشرة أحوال الطقس الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونذكر أن هذه الأيام تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار في الفترات المقبلة.
وصلنا لختام حصاد أبرز الأخبار من قطر في أسبوع. يمكنكم التفاعل معنا عبر هاشتاغ برنامج قطر في أسبوع. نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. دمتم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.